طيب نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. وقلعة قايتباي في الإسكندرية كانت واحدة من أهم المعالم الأثرية المهددة بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية، عشان كده في مشروع كبير بيتم تنفيذه لإنقاذ القلعة من هذه المخاطر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية اللي نورنا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وخلينا في البداية نتعرف أكتر على الحالة اللي كانت عليها قلعة قايتباي واللي استدعى التدخل عاجل. صباح النور يا فندم. طبعا القلعه مؤمنه تماما الحمد لله، ما فيهاش اي مشاكل. هي القصه كلها كانت الصخره الام اللي هي مقامه عليها القلعه، تم الملاحظه من قبل وزاره الصحه والاثار ان فيها بعض التكهفات في قلب الصخره الام اللي هي مقامه عليها القلعه، وبالتالي نسقت مع وزاره الموارد المائيه والري الإدارة الهيئة العامة المصرية لحماية الشواطئ إنها تعمل مشروع الهندسي البحري اللي موجود دلوقتي على الشاشة، يعني لحماية قلعة قايتباي وحماية الصخرة الأم اللي مقام عليها القلعة. يعني بالنسبة للمشروع هو يعني إحنا قيمنا المشروع كأثريين إن هو مشروع نجح 100%، وده اللي لاحظناه من خلال النوات الشتوية اللي يعني جت اسكندريه خلال السنتين اللي فاتوا، مع ان المشروع ما اكتملش بنسبه 100%، لكن النوات الشتويه لم تؤثر تماما على القلعه. وحامه القلعه او الصخره الام بقى اللي بنتكلم عليها بنسبه 100%، والدليل ان كل الامواج العاتيه بقى والنوات والبحر لما كان بيعلى كان بتخش الميه من الشبابيك الساحليه اللي في السراديب، ما دخلش اي يعني ميه نهائي من الشبابيك الساحليه اللي موجوده، لان اصبحت الحاجز الامواج ده عمل حمايه كامله حوالين القلعه بنسبه 100%، واصبحت الميه يعني اللي حوالين القلعه واكنها ميه هاديه جدا اكنها حمام سباحه. فما فيش اي امواج، ما فيش مد وجزر، القلعه دلوقتي حواليها يعني ميه هادئه تماما. الحاجز الامواج ده 520 متر بيحيط القلعه من ثلاث جهات، وبالتالي هو حمل القلعه فعلا بنسبه 100%. نطمن يعني يا استاذ محمد، يعني مهما كان في نوه مهما ارتفعت الامواج الموضوع ما فيش فيه خطوره طيب على القلعه؟ احنا رحنا وكنا في اعز النوات موجودين يعني بس احنا مش عارفين التغيرات المناخيه ممكن تؤدي لايه الفتره اللي جايه. ما فيش يا فندم، الحاجز على بعد 200 متر من القلعه، يعني هو جوه البحر 200 متر وبيحب القلعه من ثلاث جهات 520 متر. طبعا في مشاريع خرسانيه ورصيف ولسان حجري ورصيف بحري، المكان مؤمن تماما وبدعوكم يا فندم للزياره. تم التنسيق بالكامل طبعا مع وزاره الصحه والاثار ووزاره الموارد المائيه ووفق موافقه اللجنه الدايمه، فاتعمل المشروع. وهو كمان ليه بعد سياحي ومردود اقتصادي هيبقى موجود، وطبعا ده بالتنسيق بين الوزارات المعنيه ومحافظه الاسكندريه. لكن بالنسبه للقلعه فعلا احنا استفدنا جدا، القلعه ما فيش اي حاجه، الشتاء زي ما تشتي، نواز زي ما تيجي، الرصيف البحري والحجز الامواج فعلا حمل القلعه تماما، مفيش اصلا اي يعني مد وجزر او امواج بتخش القلعه لان في الحاجز موجود، وبالتالي القلعه فعلا اتأممت تماما ومفيش اي مشكله فيها. عظيم جدا، عشان الناس كانت قلقانه بس يا استاذ محمد. طبعا بنشكر حضرتك وبالتاكيد هنكون موجودين معاك باذن الله نصور فقره من داخل القلعه. طبعا يا فندم، والوزاره طبعا كل حاجه تخص القلعه ما يعني لا تتوانى انها تقدمها على طول. القلعه بتاعتنا طبعا العصر المملوكي 542 سنه النهارده، واللي يجي يزور القلعه وبندعوهم للزياره طبعا هيلاقي القلعه زي ما اتعملت بالظبط للعصر الانشاء بتاعها. شكرا جزيلا ليك يا فندم استاذ محمد متولي مدير عام منطقه اثار الاسكندريه، الف شكر ليك.